راح أكون وياكم شرح الجزء الثاني من الكيت شيت تبع الكوميونتي. مثل ما تعرفون احنا بالفيديو السابق اللي هو حيعتبر بارت 1 حكينا على البيشنت ريكوردينج، يعني حكينا على البايوغرافي، حكينا على الميديكال هيستوري والتشيف كومبلنت والانترا اورال اكزامينيشن والدينتيشن ستيت. اليوم راح نبدي نحكي على الجزء الثاني اللي يتناول لي الدنتال كاريز ميجرمنت. اول شيء احنا عندنا مانديبولار وعندنا ماكسيلاري، يعني عندنا فك علوي وعندنا فك سفلي. هنا بالكيس شيت محدد لي الابر ومحدد لي اللور. وشنو عندي احنا نعرف انه كل سن شبيه بي اما 4 اسبكت او 5 اسبكت. شنو اسبكت؟ اللي هي جوانب السن، البوكال، لينجوال، ميجيال، ديستال. هاي وين؟ هاي بالاسنان الانتيريور، بالاسنان الاماميه. اما بالاسنان الخلفيه فشنو عندي؟ عندي 5 اسبكت اللي هي البوكال واللينجوال والميجيال والديستال والاكلوجر. تمام، يعني الاسنان الاماميه شبيهه ما عندها انتيريور تيث، لذلك شو تشوفون؟ تشوفون هذا الفراغ. هذا الفراغ وين صاير؟ صاير بالابر واللور. هذا الفراغ مو عبالكم انه هي هذه يعني فراغ اعتباطا، لا، انما هي شنو تعتبر؟ هذه هي الانتيريور تيث. شنو ما بيها؟ ما بيها اكلوجال سيرفس، فخلوها فراغ، يعني مو تجون تملوا ليها وتسووها فراغ. هاي شغله. الشغله الثانيه هسه هنا عرفنا هذه الام هي ميجيال، والاو اكلوجال، والدي ديستال، والبي بوكال، والال لينجوال. تمام، هسه هنا هاي خلصنا منها. بعدها وين راح نروح؟ راح نروح على هذه الحروف وهذه الارقام. طبعا احنا بالمرحلة الاولى او هسه حخلي لكم اياها، عندنا نظام تسمية. من ضمن انظمة التسمية اللي هو هذا FDA. هذا النظام ايش راح يتناول لي؟ راح يتناول لي، شايفين هذا رقمين. شنو هذا الرقمين؟ الرقم الاول مال شنو؟ مال الربع. هسه شو تلاحظون؟ تلاحظون انه هنا هي كلها الرقم الاول هو كلها واحد واحد واحد، بعدين منتقل للثاني. هذا شنو؟ هذا رقم الربع. هنا راجع لي هنا 3 نوب 4، هذا شنو؟ رقم الربع اللي تقعد بيه الاسنان. والرقم اللي بصفه، يعني هسه مثلا هذا الربع الثالث، الربع الثالث منه هو lower left، والسبعة معناها ايش؟ معناها 7. اوكي، هسه هاي اتفقنا عليها. هسه حنزل لكم صور شلون نبدي نعرف على نظام التسميه. زين، هذه شنو؟ هذه للاسنان بيرمننت، الاسنان الدائميه. تشوفون ربع اول، ثاني، ثالث، رابع. اما بالاسنان الديسيديوس تيث هي مفروض تكون حسب هالنظام خامس، سادس، سابع، ثامن، بس هنا مختلفيها. وش مخلين مكان هذاك النظام؟ يعني ما خلوا ارقام هيك شفس هذا النظام حتى ما يصير شبك عند الطالب، فخلوا له احرف. هذه الاحرف اي بي سي دي اي، هذه شنو؟ هذه هي الاسنان اللبنيه او اسنان الديسيديوس. يعني مرات يجونا اطفال للعياده او فتشي، فلازم احنا شو نكون يعني على بينه. طبعا اول ما نبدي شو نسوي هسه؟ الاي هو السنترال، والبي لاترال، والسي الكناين، والدي فيرست مولر، وهذا سكند مولر، هاي تبع الديسيديوس. اما هنا فتبدو لي منه، مو هذا 31 وانتو صاعدين، هذا الثلاثة رقم الربع الموجود بيه السن، والواحد هو رقم السن. فبما ان الواحد رقم السن معناه هذا شنو؟ هذا السنترال، وهذا اللاترال، هذا الكناين، هذا الفيرست بري مولر، هذا السكند بري مولر، هذا فيرست مولر، وهذا السكند مولر. تمام، هسه هنا هاي فهمناها، خلصنا من نظام التسمية. شلون نبدي نحدد الليفت والرايت بالنسبة للبيشنت؟ يعني انت لما تجي تكتب او تحدد الليفت والرايت، من تريد تحددهم ما تحددهم بالنسبة انت الك، يعني اذا انت ما تاخذ السايد مالتك، لا، تاخذ السايد مالت المريض، اوكي، تبع البيشنت. زين، اول شغلة مثل ما شفتوا بنظام التسمية بالصور اللي نزلتها، شفتوا لي انه هذا هو الابر رايت، هذا هو الابر ليفت، وهنا يكون اللور ليفت، وهنا اللور رايت. اوكي، هذه هي الاتجاهات الصحيحه.
أسألنا راح نحكي على هذه الأنظمة اللي هي الدي ام اف اس والدي ام اف تي. الدي نجي نفصلها، الدي معناها ديكي، والام معناها ميسينج، والاف معناها فلينج، والاس هاي تبع السيرفس. يعني يقول لي انت كطبيب اسنان اريدك تروح تفحص لي كل سيرفس موجود بالتوث وتنطيني شنو موجود، بإذا كان سليم او بفلينج او يعني حشوة او مثلا بتسوس او كان هو مفقود. فانت تكتب هم اللي بعد اللي يسمونه دي ام اف تي اللي هو هم نفس ال دي دي كي ام ميسينج الاف فالينج والتي، هاي معناها المراجع راجع للسن. يعني اريدك تروح تفحص لي كل سن وتشوف شنو بي. هسه هنا لازم اول شغله اريدكم تحددوها انه الفك اللي تردون تفحصوه سواء كان ابر او لور. طلابي اريدكم تتخيلون انه هذا الملكان هو البيشنت اللي قاعد امامكم، وهذا هو عنده الابر رايت، الابر ليفت، اللور ليفت، لور رايت، هيج تبدون التقسيمه مالتكم. فاحنا قررنا انه نفحص الفك السفلي. فاول ما ابدي بالفك السفلي ابدي احدد الجهه، عندي رايت وعندي ليفت. فنبدي بالرايت. طلابنا قبل لا أعلمكم شلون تفحصون كل سنة، إن شاء الله مهمة أريدكم تعرفوها، إنه إحنا مو هو هذا أبر وهذا لور، زين هذه الأرقام شنو قصتها؟ قصة هاي الأرقام إنه هي حسب النظام، إنه هي هذا الرقم الأول هو رقم الربع، يعني هاي الأربعة الربع الرابع، الثلاثة الربع الثالث، الاثنين هو الربع الثاني، والواحد هو الربع الأول. الرقم الثاني هو يعني شلون رقم السن. فبما إنه هذا لور، هذا لور، هو راح يكون الربع الرابع هو ايش؟ هو الرايت، والثالث هو ايش؟ الليفت، والربع الثاني هو الابر ليفت، والربع الاول هو الابر رايت. تجي تقسمون الكيس شيت مالتكم. بالبداية هسه هنا راح نبدي نحكي على الفك السفلي، راح نبدي نفحص اللور. فمين نبدي؟ نبدي من اللور رايت اللي هو هذا بالنسبة لنا. نبدي نفحص كل سن، نبدي ايش؟ نبدي بالسنترال اللي هو يا رقم 41 اللي حسب الربع الرابع، والسنترال هو الاول. هنا جينا على السنترال اللي هو هذا السن، جبنا شفنا البوكال ما بيشي، ميزيال والدستال ما بيشي، بقى عندنا سطح اللينجوال. نجيب الميرور وشفنا هنا اكو كاريز، شفناها وين؟ بالسنترال واللاترال. وين صايرة على سطح اللينجوال. فرأسة وين اروح اسجلها؟ هذا هو عندنا هذا السنترال وهذا اللاترال. وين على سطح شفنا كاريز؟ شفناها على سطح اللينجوال. فشنو اكتب؟ اكتب ديكي، هنا ديكي وهنا ديكي. كتبنا كاريز على سطح اللينجوال مال من؟ مال السنترال واللاترال، لان احنا شفناها بالمرار. ننتقل للكناين، شفنا الكناين انه ما بي اي شيء، فنعوفه سليم. وراها انتقلنا للفيرست بريمولر اللي هو الفور، شفنا انه اكو عنده فلينج على اليمين على سطح الاوكلوجال والديستال. فهنا فنروح على 44 اللي هي هذه، وين شفنا الفالينج؟ نسوي له فالينج على سطح الاوكلوجال والديستال. هذا اوكلوجال هذا ديستال، نروح هنا فيلينج وهنا ديستال هم فيلينج. ننتقل للسن اللي بعده اللي هو الفايف. وصلنا للفايف لقيناه مفقود، يعني السن مقلوع ما موجود. فاذا كان مقلوع لأغراض جمالية مثل لأغراض الأورثودونتكس أو لأغراض مثل أغراض حتى أسوي كراون أو بريتش، هذا ما أسجله. بس إذا كان بيكاريز ومقلوع لا، هنا أسجله. فهنا شو أعتبره؟ أعتبره ميسينج. أروح عليه وأكتب كل الأسطح هي ميسينج. أم 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 هنب هالسايد بس السكس والسفن. هسه هنا هذا السكس شفناه، وصلنا له. وين شفنا الكيريز؟ شفنا الكيريز على الاوكلوجال سيرفس. فنروح هنا على السكس، شنكتب؟ نكتب كيريز على يمن على سطح الاوكلوجال سيرفس ديكي. بقى السفن عندي، السفن عندي شو مسوي له؟ مسوي له فيلينج على يا سطح على سطح الاوكلوجال والميزيال والديستال. فشنو اكتب؟ اكتب عندنا السفن الميجيال والأوكلوجال والديستال كلهم بيهن فيلينج، فنكتبها F بF بF. هسه هنا هذا خلصنا من الجانب الرايت اللي هو اللور رايت. بعدها راح نروح على اللور ليفت جانب اليسار. شفنا سنترال واللاترال ما بيهن شيء. وصلنا للكنايج، لقينا بيه ريتيند روت. ريتيند يعني السن اكو جذر جوا. فريتيند روت ما اعتبرها من ضمن الميسينج، اعتبرها من ضمن الديكي. فأروح على هنا الكناين صار الثالث، فأعتبره شنو؟ فأعتبره ديكي. أوكي دي.
طلاب فقط هذين الفور والفايف والسكس كلهم بيهن فرنج والسيفن سليم كل شي ما بيه. فهنا نروح على الفور والفايف والسكس. شنو عندنا؟ عندنا فرنجات على سطح الكلوجر اف 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 فرنج. اوكي طلاب بعد ما خلصنا من تسجيل الفك السفلي كامل، هسه هنا راح نجي على هذه الارقام شلون نجي نحسبهم. بالبداية هسه احنا مو فحصنا كل الاسطح، زين ايش راح احسب؟ راح احسب كم سطح بي فلينك، يعني بالفك السفلي كم سطح بي فلينك. احسب 1 2 3 4 5 6 7 8 9. فهنا اللي اكتب بيها فلينك ايش قد؟ 9. نحسب كم سطح بي دي كي؟ 1 2 3 4 5 6 7. فنروح نكتب على هنا الدي اس اللي هي الدي كي سيرفس 7. وراها الميسينج كم سطح بي ميسينج؟ هنا 5. نكتب الام سيرفس اللي هي شقد؟ ليها 5. اوكي مثل هنا ما موضح. بعد ما طلعنا وحسبنا كل سطح وشقد بي مثلا ديكيس